زيارة كبيرة لأنه فيها العديد من المحطات وباش نقفوا مزلنا معناها في العديد من الأماكن. أول شيء معناها نحب نهني فريق العمل هنا على رأسهم السلطة الجهوية والسيد والي معناها سوسة، الديوان الوطني للتطهير، المسؤولين والأطراف الكل من القطاع العمومي اللي مشاركين في المشروع هذايا، وزاد علاش لا معناها الشركة المقاولة هذه اللي قاعدة تخدم في العمل هذايا، شركة أجنبية، والإطارات متاع الشركة هذه من أجانب، والعمال اللي قاعدين يخدموا لهنا من معناها من خيانة التوانسة. هذا فخر لنا أنه مشروع كيفنا هذا بالحجم هذا يمشي بطريقة سلسة ويمشي بطريقة منتظمة، قاعد يقدم معناها بطريقة معقولة جدا لا أكثر من هذا، حسنة جدا، لأنه تو جينا نراجعوا معناها مع الإطارات ومع المسؤولين مع السيد الوالي، تفاجأنا معناها بطريقة إيجابية أنه مقدمين بأكثر من شهر على جدول الزمني متاع المشروع وعلى المخطط متاع المشروع. هذا كما كنا نتحدثوا الآن مع المسؤولين ومع السيد الوالي، هذا مثال من العديد من المشاريع اللي تهم التطهير، العديد من المشاريع اللي قايمة عليهم الدولة واللي قاعدين يقدموا، واللي الخدمة موجودة على أرض الميدان، واللي قاعدة معناها بشوية بشوية هذه تخلق في تنمية وتخلق في حركية ونشاط اقتصادي. احنا بالنسبة لولاية سوسة معناها عنا تحديات بيئية، كما قلنا اليوم معناها باش نقفوا في العديد من النقاط هذه، فما متابعة جدية اللي نحب نعلن عليه انه ولاية سوسة بصفة عامة في القطاع التطهير فقط خصصنا لهم معناها مشاريع بأكثر من 217 مليار، معناها رقم كبير جدا، منهم تقريب 100 مليار على المشروع هذا. المشروع هذا اللي معناها وراه طموحات كبيرة، هذا باش يهيكل معناها ويعطي صورة جديدة لمنظومة التطهير بالنسبة للولاية والجهة. العديد من المحطات معناها باش تولي تعول على طاقة الاستيعاب متاع 32 ألف متر كوب في اليوم معناها اللي بيجي تضيفها المحطة هذه، ولذلك معناها محطات الأخرى متاع الولاية باش يصيروا يخدموا بأكثر أريحية، وباش تزيد معناها جودة المياه المعالجة اللي تصدر منهم. فما مصرف بحري تابع المشروع هذا باش يلقي معناها في المياه المعالجة في عرض البحر يبعدوا على الشاطئ، والهدف متاعنا انه من 2018 ممكن نرجعوا معناها الشاطئ لهنا في المنطقة هذه اللي هو مسكر عنده سنوات وسنوات، نرجعوه معناها صالح للسباحة. فما العديد من النقاط الأخرى اللي تخص أودية عديدة كما واد بليبان، واد المالح، والنقاط الأخرى باش نتحولوا القلعة الكبرى، باش نتحولوا طبعا القلعة الصغرى، مدينة سوسة في أكودة، العديد من النقاط اللي الديوان الوطني للتطهير قاعد يخدم على جهر الأودية فيها، ومعناها حتى خلق أو القيام بحواجز رملية باش نخليه معناها ظروف الاستياف والاستحمام في الشواطئ جوهرة الساحل تكون على أحسن ما يرام. فما إخلالات كنا وقفنا عليهم في الزيارات الفارطة لهنا، كما تعرفوا معناها هذه الزيارة الرابعة لولاية سوس، ولو أنه حتى في الإعلام العديد من الزيارات هذه ما خرجتش، لكن كنا نواكبوا في الوضعية. فما إخلالات كما قلنا معناها شفناهم على مستوى وادي البليبان وين يوصل معناها في الشط، اليوم باش نرجعوا ونتفاقدوا، عنا معناها تقارير اللي تقول الاستصلاح متاع النقطة هذه وقع معناها منذ شهر ماي بعد الزيارة متاعنا بأيام. فما المحطة سوسة التطهير الشمالية هذه زادة ماذا بينا كان نلقاو فرصة مع السيد الوالي نمروا إذا سنحت لنا الفرصة نشوفوا معناها، لأنه تقارير تقول أن الوضعية فيها تحسنت بطريقة ملحوظة وطريقة مقبولة. العديد من التحديات كما كنا نحكيه معناها فما انسجام كبير خلينا نقوله
في الجهة لهنا على رأس المجهودات هذه، فما السيد الوالي والسلطة الجهوية، لكن العديد من المديرين الجهويين، العديد من القطاعات الداخل، عندنا طبعا الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عندها دور كبير، فما إشكال كبير متاع انجراف بحري على شواطئ سوسة، هذا قاعدين معنا اليوم باش نتداولوا النقاش فيه، وإن شاء الله نعلنوا على انطلاق دراسة كبيرة لحماية الشريط الساحلي معناها في مدينة سوسة والمدن الأخرى، وهذه اللي باش إن شاء الله تعطي مفعول من بعد وتعطي معناها ممكن جودة أحسن في الاستياف والاستحمام في شواطئ جوهرة الساحل. العشرة ونص متاع الليل ريحة الوناس لهنا ما تتشمش ما تتقربش، اللي مريض بالقلب يطيح من الوشوشة من الريحة، الوشوشة تتعانى تاخذ واحدة في طقس، أما ريحة الوناس تخنق. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله رجال تونس تنفع تونس، إن شاء الله رجال تونس تنفع تونس. فما برنامج خاص معناه حبينا يكون مركز في معناه الصائفة هذه متاع 2016، تابعنا المواضيع هذه بكل جدية وصرامة، خذينا قرارات كما تعرفوا في شهر ماي، والحمد لله معناه فما تحسن كبير، والمجهود هذا باش يتواصل. الهدف متاعنا أنه كي معناه تنطلق المحطة هذه الجديدة متاع سوس حمدون في العمل، نوصلوا لحلم معناه المنطقة بالكامل، أنه شط سيدي عبد الحميد يرجع معناه صالح للسباحة. شكرا. لحظة برك، فما حملة قاعدة تتخدم الأيام هذه، ما نعرفش علاش ما أعلنتوش عليها رسميا، هي اللي هي حملة حماية الشواطئ من الاعتداءات. لو كان تحكي لنا أكثر على الحملة هذه وعلاش ما تمش الإعلان عليها رسميا إلى حد الآن. أنتم ما نعرفش كيفاش جبتوها المعلومة، لأنه عن الغدوة أحسن هو كي وصلت، لما إحنا نعلنوا على الحملة رسميا الغدوة إن شاء الله. عنا اجتماع مع 13 والي باش يكون في تونس، فما لقاء كبير، فما معناه باش يكون هذا التحام تاع مجهودات وبرامج تاع الجهاز الأمني بالكامل، باش يكون فما وزارة البيئة ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي لابال، وباش يكونوا السادة الولات والبلديات معناه السلطة الجهوية والمحلية في حملة كبيرة لإزالة التجاوزات اللي قاعدين نسمع عليها في الشواطئ. احنا بدينا في الحملة كما قلت حضرتك، نقلنا الى العديد من الشواطئ مع عدد من الولات، الغدوة نعلن عليها رسميا. الهدف متاعنا انه ان شاء الله في شهر اوت بالكامل ما يصيروش تجاوزات اللي يوقفوا عليهم في بعض النقاط. بصراحة يعطيكم صحة. على ضرورة إيجاد وبعث مرصد وطني لحماية الشواطئ من التعسف اللي قاعد يجرى عليه. والله فما فكرة أحسن من هذه، هو إتمام الدراسة الآن لتطهير منطقة شط مريم بالكامل. معناه كما تعرفوا معناه صارت إشكاليات عديدة وكوارث على الشاطئ هذا، والناس قالت أنه لوناس ولا ديوان الوطني للتطهير هو اللي معناها يبعث في الماء متاع المحطات لهنا. احنا مناش متواجدين في معتمدية شط مريم بالكل، ما عندناش محطات وما عندناش شبكة تطهير، واللوناس ماهوش موجود لهنا، وهذا هو الاشكال. معناها الحل الجذري بالنسبة للمنطقة بالكامل ولحماية شريط الساحلي وشط لهنا هو تطهير المنطقة. بدينا في التمويل موجود، بدينا في اجراءات معناها نتاع الدراسات، وان شاء الله معناها نعلموكم وقت اللي باش تنطلق الاشغال، لكن هذا هو الحل، ما نحتاجوش مرصد ولا نحتاجو حد شيء. هذه اشكاليات اللي وقعت في السابق ناتجه كما كان يقول السيد المواطن لهنا، ناس تربط بطريقه عشوائيه في قنوات الامطار، مياه الامطار،
هما يستعملوها لتصريف المياه معناها الملوث. وهذا علاش بعد معناها فينة أخرى وبعد مدة كي تتراكم المياه الديق هذي والحواجز الرملية اللي تتحط وتصب الأمطار تولي تفيض وتمشي على الشط. احنا كما كنتوا تسمعوا الديوان الوطني للتطهير ولو أنه المنطقة هذه ماهيش متبنات يقوم مجهودات خاصة واستثنائية لهنا توصل أنه يعملوا يوصلوا حتى الثمانية كما يقولوا معناها ثمانية مرات يجيوا يشفطوا المياه هذه في اليوم. كل يوم الشاحنات تجي معناها تشفط. وكما قلت معناها الحل النهائي والجذري يجي مع إيجاد منظومة تطهير بالكامل ومحطة تطهير خاصة بشط مريم. والمشروع هذا بدأ الآن بإعداد الدراسات والتمويل موجود. سيد وزير مرحبا بك. شفناك تفقدت المصب نتاع المرجين، ما هو مآله تحديدا وخاصة ما هي أهم الإجراءات التي ساقع اتخاذها في هذا الواد اللي صراحة واللي شكل مشكل كبير برشا بيئي، شو أهم الإجراءات؟ فما مبادرة معناها كانوا تحدثوا عليها زوز سادة النواب سي حافظ الزواري وسي فيصل خليفة، واللي هي تمثل في مبادرة جات مع عند مستثمر خاص كان عنده سنوات معناها يتصل بالديوان الوطني للتطهير ومصالح وزارة البيئة وأعلن على معناها هو استعداده. هو السيد النائب موجود وجابوا السيد النائب العديد من المرات إلى مكتبي معناها وكان يقترح منذ سنوات أنه معناها يعالج المصب هذا. احنا بالدعم مع السيد الوالي والسيد النائب الديوان الوطني للتطهير تكفل بالعملية هذه مع المستثمر وبداوا الآن معناها في معالجة المرجين هذايا ويتسمى معناها برنامج ومشروع بدا ممكن في ظرف سنة يكون كملوا معناها حولوا الكميات هذايا نتخلصوا منه. معناها القسط نتاع الواد الكبير والواد الصغير لحماية المدينة من الفيضانات والمشكل البيئي اللي تعاني منه القلعة الكبيرة، ما هي أهم الإجراءات؟ كما تشوف معناها غضب كبير من المتساكنين وكل في نفس الوقت معناها في نفس الوقت هما يرحبوا بالزيارة هذه ويشكروا في السيد النائب معناها اللي أصر أن يكون متواجد اليوم لنا. احنا هذا واجبنا كما تحدثنا مع الأخيين فما العديد من الإشكاليات يصعب إيجاد الحلول لها. السيد النائب كان واضح معناها قال احنا مادام دخلنا القلعة الكبرى يلزمنا نخرجوا أهم الإشكاليات لازمنا نخرجوا بالحلول. اهم الاشكاليات هو الواد الكبير هذا يلزمه عنايه خاصه، يلزم الكناليزاسيون تاع الديوان الوطني للتطهير هذه تتحول وفما معناها حمايه المدينه من الفيضانات. هذم الكل خصصنا مع السيد الوالي والسيد النواب جلسه باش تكون في دار الثقافه لهنا في القلعه الكبرى ان شاء الله نكون متواجد فيها باذن الله ونطرقوا الاشكاليات هذه ونقترحوا كوقت الحلول. الحلول كلها معناها ماهيش سهله عندها سنوات، لذلك الحل ما نجمش يكون يطرح معناها في ظرف ربع ساعه والكل. احنا لكن باذن الله في الجلسه هذه باش نجيو ونعطيو الحلول شنو هي تكون. شكرا. بارك الله فيك.